رمضان 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 جاء برعاية مجمع الشروق وشركة رامي وبمناسبة عيد الطفولة عمو يزيد يعطيكم موعد يوم الخميس 31 ماي بعد الإفطار بإشراف السيد الوالي ومن تنظيم مديرية الشباب والرياضة بساحة دار الثقافة هوري بومدين بمدينة سطيف. الدعوة عامة للأطفال وأوليائهم، الدخول والألعاب بالمجان، كونوا في الموعد. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا نحن اليوم في عمر رمضان 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 جاء.